يا مساء الخير والهنا على كل مشاهدين قناة اي تي سي في كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم انتي. قبل اي حاجة عايز افكركم بارقام التواصل الخاصة بينا اللي بتكون موجودة على الشاشة خلال الحلقة، وكمان تقدروا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة اي تي سي تي في. يلا بينا نبدأ حلقتنا. عايزين نتكلم عن الأجهزة اللي موجودة في المطبخ بتاعنا. في الفترة الأخيرة بقى عندنا اعتماد كبير جدا جدا على الأجهزة اللي موجودة في المطبخ، زي الكاتل، الاير فراير، الميكروويف، حاجات كتير بنستخدمها في المطبخ في حياتنا اليومية. بس بالرغم من أنها بتسهل علينا كتير في تحضير الأكل وتسخين المية، إلا أنه في أبحاث بتقول أنها ممكن تكون ليها تأثيرات سلبية على صحتنا وما نكونش عارفين ده أو مش مدركين ده. إحنا معانا فيديو من صفحة دكتور مينا أمجد، أخصائي تغذية ومدرب صحي. خلونا نروح نشوفه ونرجع نكمل كلام. كم واحدة بقى مننا عندها الأجهزة دي في مطبخها وكانت جايباها على أساس أنها بتكون أأمن أو تقدر تطبخ فيها بشكل صحي أكتر، ودينا بنكتشف أن في حاجات ممكن تبقى عكس اللي احنا كنا متوقعينه. في بعض الأجهزة بتخلي الأكل يفقد بعض العناصر الغذائية اللي فيه، أو حتى بيكون فيه تراكم للمواد الكيميائية الضارة. فالمهم أن احنا نكون واعيين قوي للأضرار المحتملة وندرس اختياراتنا قبل ما نقرر أن احنا نستخدم أي جهاز من الأجهزة دي. احنا دلوقتي معانا على التليفون دكتور مينا أمجد، أخصائي تغذية ومدرب صحي. أهلا وسهلا بيك يا دكتور مينا، منورني. أهلا بحضرتك، ربنا يخليكي. شكرا، نورتني وقلقتني الحقيقة يا دكتور مينا. لا، في كذا حاجة حضرتك قلتها الحقيقة في الفيديو تقلق، لأنه احنا في حاجات ما نعرفش أن هي ليها أضرار صحية. فهل في أضرار صحية مؤكدة من استخدام مثلا الكاتل بشكل متكرر؟ ده المية موجودة فيه، ندوس بس الزرار. هي بيبقى فيه كذا مشكلة، بس من ضمنهم يعني لو الأودينس دلوقتي سمعينا، ممكن بمنتهى البساطة يدخلوا المطبخ ويفتحوا الكاتل اللي موجود ويبصوا كده، يميلوا شوية ويبصوا في المية اللي موجودة، هيلاقي إنه جواها رواسب. أيوه. رواسب دي مين اللي ممكن تبقى صدى، ممكن تكون بلاستيك، ممكن تكون حتى لو معادن من المية اللي احنا بنصبها إيذر من الحنفية أو مية معدنية أو من الدسبنسر. بس طبعا تراكم الحاجات دي على المدى البعيد جوه جسم اي انسان قد يؤدي وسوف يؤدي الى مشاكل. طبعا المشاكل دي ممكن تبقى قليله وممكن تبقى مشاكل كبيره. فذاتس واي بغض النظر كمان عن الجهاز كجهاز، هو طريقه استخدام الجهاز نفسها. انه متهيألي كلنا عندنا كاتل في البيت، لو جينا بصينا فيها اكيد ممكن نلاقي الستانلس ستيل اللي موجود في البيز ممكن يكون مصدي. طب هو الصدى ده راح فين؟ ده اتشرب او باب في المية اللي اتغلت وحطيناها عملنا بيها ايا كان بقى، شاي ولا نسكافيه ولا ايا كان. بالظبط. ده برضو بغض النظر ان انا بعمل حاجة سخنة ممكن احطها في كوباية اللي هي بتبقى من بره كرتون، بس هي ديب انسايد هي بلاستيك. فكده خطر مضاعف كمان، ده مضاعف في 3-4 مرات. فذاتس واي هو الفكرة كلها كمان في كيفية استخدام الاجهزة، مش بس ان الاجهزة قد تحمل ضرر. يعني انا مش شايف ان في اي مشكله لو انا قدرت اسخن المايه على هيتر حتى لو كهرباء جوه خنكه زي ما بنعمل بالظبط القهوه التركي. بالظبط، كنت لسه هسالك، يعني نرجع نتعامل مع البراد عادي جدا وخلاص؟ عادي بقى جدا. هو عادي كان جدا. ماله البراد، هو كان اشتكى؟ هو ما اشتكاش. صحيح. ولا الفرن اشتكى؟ بالظبط. يعني هل الفرن مثلا جه اشتكى قال لنا لا خلاص؟ بس بصراحه بقى يا دكتور مينا، خلينا نتكلم بقى في موضوع الميكروويف والفرن ده. الميكروويف اختراع مهم جدا جدا الحقيقه. انا ما اعرفش طبعا تاثيره السلبي على صحه الجسم، ولكن انا بتكلم كست مثلا في المطبخ، يعني ان العيش يتحط في الفرن وكان ساعات ينشف او مثلا يتحرق او ما يدينيش النتيجه اللي انا عايزاها، غير لما العيش يتسخن في الميكروويف. وغيرها بقى اكلات تانية كتير هو لازم احطها على البوتاجاز واستنى عليها شويه وافضل اقلب. يعني هي بصراحه الميكروويف سهل حاجات كتير على ستات كتير. فقول لي تاثيراته برضو علينا ايه، علشان في السهوله دي ما تخليناش يعني نبقى غفلانين عن خطورته. هو برضو الموضوع بمنتهى البساطه، يمكن هقول لحضرتك حاجه، العلب الكانز اللي بيبقى فيها جواها اكل، او مثلا الهوت دوج، او الحاجات الكولد كات او الجبن، في شانل كده بتكون على التيك توك والانستجرام، حد بياخد قطعه من الكان دي وبيقوم حاططها تحت الميكروسكوب، فبنبدا نلاقي انه بيبقى جوه الاكل في قطع اسمها مايكرو بلاستيك. مايكرو لان حجمها صغير، وبلاستكس لانها مصنعه اوريدي من البلاستيك. وجود بلاستيك جوه المايكروويف هو كارثه. طبعا كارثه طبعا، الا لو كان هذا البلاستيك هو بلاستيك معالج. لان برضو خلينا نعترف ان احنا ما عندناش ثقافه
استخدام ادوات معينه جوه المايكروويف، ولا عندنا ايفن ثقافه ان انا لو دخلت مثلا مكان اشتري شيكر او اشتري علب، ليه بيبقى في علبه بلاستيك ثمنها 30 جنيه وعلبه بلاستيك ثانيه ثمنها 500 جنيه؟ طبعا هو اكيد في اختلاف، مش بس ان الحاجه دي مصنعه فين، ولكن هي مصنعه من بلاستيك شكله عامل ازاي، ومعالج بدرجه شكلها ايه، وهل هو فعلا يقدر يريزست او يستحمل درجات الحراره العاليه اللي غالبا هنلاقيها جوه المايكروويف. لان خلينا برضو مقتنعين ان المايكروويف هو بيستخدم ويف، هنقول ان هي عاديه ويف مش بتحمل ضرر على الانسان، خلاص اوكي احنا مقتنعين بده، ولكن الويف دي بتبقى كتيره جدا وتؤدي لدرجات حراره عاليه جدا في وقت قليل جدا. عشان يقدر الاكل يطلع سخن في وقت قليل او يطلع مستوي بالظبط. طب ما درجات الحراره العاليه قوي دي لو عرضناها بشكل مش كويس للادوات البلاستيك اللي جوه المطبخ هي اكيد هتحمل ضرر. بغض النظر كمان يعني خطوره المايكرويف ان انا اسخن حاجه او اطبخ حاجه في حاجه بلاستيك، صح؟ بالظبط. وبرده في ضرر تاني للمايكرويف انا شايفه، انه درجات الحراره العاليه جدا اللي في المايكرويف دي بتعمل على تكسير بعض المركبات الحيويه اللي جوه الاكل اللي بناكله. فبالتالي بيبدا القيمه الغذائيه للاكل يقل، لان ما هي القيمه الغذائيه للاكل؟ المحتوى اللي فيها من الفيتامينات والمعادن والالياف. مظبوط. حتى انا مره يعني الكلام ده كان من فتره لما اكلت رغيف عيش طالع من فودن عادي، وكلت رغيف عيش طالع من مايكرويف، طعم العيش انا حاسس ان هو متغير. دي بقى حاجه ملهاش علاقه بالارتكلز وملهاش علاقه بالستاديز، ولكن هو ليه بعض الاكلات اللي بتتحط في المايكرويف طعمها بيتغير عن الطبيعي؟ ده برضو بيرجع لدرجات الحراره العاليه في الوقت القليل اللي ممكن يغير بعض المركبات اللي جوه الاكل اللي بناكله. ده بشيء يعني باختصار. طيب يعني انت في رايك، طب الاير فراير، احنا ما اتكلمناش على الاير فراير، دي برضو يعني جهاز غزا معظم البيوت في الفترة الأخيرة، وكانت برضو سمعته كويسة جدا اللي هو ده جهاز بيطبخ الأكل بطريقة صحية بدون استخدام زيت كتير والدهون والحاجات اللي زي كده. كلمني برضو عن الإير فراير، هل ليه أي أضرار؟ بصي أنا هقول لحضرتك، هو الإير فراير هو مروحة وهواء سخن وبيبدأ إنه يوزع كمية الزيت القليلة. الفكرة نفسها في طريقة الطهي، ما هي طرق الطهي السليمه اللي احنا ممكن نستخدمها كانسان اكل الاكل واستفيد من القيمه الغذائيه؟ ليه اربع طرق، يا مسلوق يا على البخار يا مشوي على الجريل يا مشوي في الفرن. دول الاربع طرق مينلي اللي احنا دايما بنقول دول الكوكينج ميثود الصحيه اللي مش بتغير القيمه الغذائيه للاكل. تمام. كلمه فراينج في حد ذاتها هي كلمه غلط، لانه الفراينج او الديب فراينج اللي هو التحمير، احنا مش بنحط زيت على الاكل، احنا بنغطس الاكل كله في الزيت. بعد كده الاكل بيطلع بيبقى فيه سعرات حراريه اعلى نتيجه الزيت الكتير. الاير فراير عالجت النقطه دي، ان هي خلت الاكل بيتحمر وكريسبي بس في نفس الوقت بكميه زيت قليله. لكن عشان اوصل الاكل للتكستشر الكريسبي ده من غير تحمير، طبعا ده هيخلي الاكل يقعد جوه الاير فراير فتره اطول. أيوة. مما يؤدي الى ان درجات الحراره مع الفتره الطويله بتبقى عاليه. فبرضه ده بيفقد الاكل جزء كبير من قيمته الغذائيه. وفي نفس الوقت حتى لو هنعتمد على الوقت الطبيعي اللي هو ريكومندد من الاجهزه، هتلاقي حضرتك ان الاكل بيطلع من الاير فراير هو ملوش نفس التكستشر اللي معظم الشعب المصري متعود عليها لما بياكل حاجه فرايد زي البطاطس المحمره او الطعميه او البانيه او معظم الاكلات اللي انا لسه قايلها لحضرتك. يعني بيعرفوا على فكره، بيفقسونا حتى الاطفال الصغيرين بيفقسونا، يقول لك لا ده معمول اير فراير، ده مش معمول في الزيت، انا عايز في الزيت. لا يعني خلينا صراحه، هو حتى يعني الاكل لما يتحط جوه الاير فراير هو بيفقد يعني زي ما قلت لحضرتك جزء كبير من قيمته الغذائيه، حتى مش بيبقى كريسبي او مش هنقول مثلا ان هو اكل ذو مزاج جيد علشان يلاقي اعجاب. ولكن ايه المشكله ان انا ممكن احط الاكل في حله عاديه جدا واحطه جوه الفرن، يعني الفرن ما اثرش معانا في حاجه. صح ولا غلط؟ لا صح، ولا الفرن ولا البراد، ويمكن ده اللي اتفقنا عليه من اول سؤال الحقيقه. دكتور مينا انا بشكرك. وهقول لحضرتك حاجه، يمكن اخر حاجه هقولها هو السؤال، ليه دايما حالات الامراض المزمنه بقت بتزيد؟ دي علامه استفهام وانا مش هجاوب السؤال، ولكن خلي السؤال في المطلق. وانا متهيألي يعني كل الحاجات اللي بنتكلم فيها ده اكيد بتحمل معنى يعني بشكل صامح.
لا حضرتك تيجي ان شاء الله وتنورنا هنا في استوديو انتي وتجاوبنا على السؤال ده واسئله تانية كتير. بس حاليا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا دكتور مينا امجد، اخصائي تغذيه ومدرب صحي. قد ما احنا بنبقى مرتبطين بالاجهزه بتاعتنا الجديده اللي بتسهل علينا حياتنا، قد ما احنا لازم يكون عندنا وعي هي ممكن تاثر علينا بالسلب ولا لا. هتضيف لي وهتقلل لي وقت ومجهود وحاجات كتير، وبرده الشكل والشياكه، اصل بنت خالتي كان عندها وصاحبتي الانتيم مش عارف كانت جايبه ايه، الحاجات دي ماشي، انما بقى مش دول الحاجات المهمه. المهم هي صحيا عليكي عامله ازاي، هي هتفيدك ولا لا. خدي بالك انت بتدفعي فلوس كتير بتقعدي تحوشي، وفي ناس تقعد تعمل جمعيات، وفي ناس تقعد تقسط، وبعدين الحاجه تطلع مش مفيده او تطلع مضره عليكي فتبطلي تستخدميها او تركنيها وانت قاعده لسه بتقسطيها. فلا اسالوا بقى على الحاجه، ذاكري الحاجه اللي انت هتشتريها، ذاكريها صح، اقري عنها واعرفي وشوفي كده زي ما احنا كده بنتكلم في البرنامج، تابعي كده واتفرجي وشوفي الناس بتتكلم بتقول ايه علشان تبقي عارفه الحاجه دي هتفيدك ولا مش هتفيدك، عشان حتى كمان لا ترمي فلوسك على الارض ولا تخسري صحتك وصحه اسرتك. نتمنى لكم طبعا اكيد كل الصحه والسعاده. تعالوا بقى نروح نتكلم عن حاجات احنا ما ناخدش بالنا منها في نفسنا. انت متخيله ان انت ممكن تبقي توكسيك على نفسك؟ يعني انت طول الوقت مركزه على التصرفات اللي حواليكي، بتزعلي جدا لما تلاقي تصرفات توكسيك بتحصل في حقك وبتزعجك من الناس، بس ساعات انت ممكن تبقي انت اللي تصرفاتك بتاذيكي، انت اللي تصرفاتك توكسيك عليكي ومن غير ما تعرفي، انت مش متخيله ان انت ممكن تبقي توكسيك لنفسك ابدا يعني. فانت في حاجات لازم تاخدي بالك منها، الحاجات دي هي اللي بتخليكي تبقي توكسيك، او تبقي انت اللي بتحطمي نفسك بنفسك وتحطمي احلامك بنفسك. يعني لو بتقللي من قيمه انجازاتك ايا كانت حتى لو صغيره، فانت كده بتاذي نفسك بشكل غير مباشر. انت بالطريقه دي هتحسي ان انت مش كفء الحاجه، او ما بتعرفيش تعملي حاجه. يعني لو بتعملي اكله حلوه ودايما متردده، لا هي حلوه، لا مش حلوه، لا بس في احلى، لا مش عارف ايه، يا ستي افرحي بالاكله الحلوه اللي انت عملتيها وانبسطي ان انت انجزتي هذا الانجاز، وانجاز صغير على انجاز صغير، بعد كده تعملي انجاز اكبر شويه. طول ما انت محسسه نفسك انك ما بتعمليش حاجه كويسه وانك مش كفء الحاجه، عمرك في حياتك ما هتحققي اي حاجه ولا هتتقدمي لقدام. فالموضوع صعب برضو. كمان حتة ان انا لازم ابقى بيرفكت 100%، السعي للكمال، لازم ابقى بيرفكت في الشكل وفي الجسم وفي الثقافة وفي الشغل، ومتجوزة احسن واحد في الدنيا وعيالي اشطر عيال وشكلهم حلو ومهندم وبنلبس احسن لبس ومش المفروض نغلط ومش المفروض مش عارف ايه. لأ، ما فيش حد كامل في الدنيا دي كلها، ولازم تسمحي لنفسك ان انت تغلطي وتتعلمي من غلطك وما تكرريهوش تاني، وتعدي المرحله وتخشي على مرحله بعدها. انما تبقي قاعده ماسكه نفسك طول الوقت ومرعوبه تغلطي او مرعوبه تعملي، ودايما لازم تبقي بيرفكت في كل شيء، حرب نفسيه مش طبيعيه مش بتكسبي منها اي شيء، غير انك بتخسري كتير بقى من وقتك ومن مجهودك ومن حياتك وتفكيرك وكل الكلام ده. فادي نفسك فرصه ان انت تغلطي عادي، احنا بني ادمين، كلنا بني ادمين، كلنا بنغلط، مفيش حد مننا معصوم من الخطا او الغلط. فمعلش يعني البني ادم من حقه ينسى، ممكن اغلط، ممكن اعمل حاجه ما تبقاش صح قوي او ما تبقاش مفيده قوي، فتعلم ان انا يعني خلاص انا كده مش هقرب من الحته دي تاني او من المنطقه دي تاني. ما انت هتتعلمي اصلا برضو الصح منين لو انت ما بتغلطيش. فلما تغلطي ما تمسكيش بقى لنفسك كرباج وتقعدي بقى ايه يلا حصه جلد الذات، لا الحصه دي فاضيه ما عندناش عليها، خديها حاجه تانية. بصي على انجازاتك، او بصي على المشكله اللي حصلت، او لا بقى بصي على المشكله اللي حصلت واطلعي منها باي حاجه تستفيدي بيها. حتى على الاقل انا مش هروح المكان ده تاني او مش هكلم الشخص ده تاني، على الاقل انك في حاجه هتمنعيها عشان ما ترجعش المشكله تتكرر تاني. ولكن ما تلوميش نفسك كتير، عادي كلنا بنغلط. لو بتأجلي بقى المهام اللي وراكي، ده هيفضل على طول محسسك بالذنب والإحباط، لأنك حاجتك اللي عليكي على طول متراكمة عليكي، فدايما حاسة إن أنت وراكي هم ما يتلم. فما تأجليش الحاجة اللي عليكي، خلصيها أول بأول عشان دايما تحسي إن أنت خفيفة وفاضية ومفيش حاجة مضايقاكي أو مديناكي حتى. إحساس إن الواحد عليه حاجات والتزامات وحاجات لازم تتعمل، ده بيبقى إحساس
غلس قوي وما بتبقيش عارفه بقى تقومي تبداي منين ولا من ايه. فخلصي كل حاجه اول باول، ده يعني هيوفر عليك كتير ومش هيخليك تحسي ان انت مهمله او عليكي كتير ومش قادره تعملي حاجه ومش عارفه تبداي منين. وزي ما بتهتمي بغيرك اهتمي بنفسك وباحتياجاتك الشخصيه، لانك لو ما اهتمتيش بنفسك وباحتياجاتك الشخصيه هتقعي، ومحدش هيبقى عنده نفس الطاقه اللي عندك ان هو يعمل لك اللي انت كنت بتعمليه له، خاصه الست. فدايما لازم تهتمي بنفسك وتشوفي انت محتاجه ايه، وقتك الخاص بيكي، تلعبي رياضه، تهتمي بشكلك، اي حاجه لطيفه تعمليها لنفسك، تقري كتاب بتحبيه، تتفرجي على فيلم بتفضليه، في حاجات كده. الحاجات دي هتفرق معاكي كتير جدا جدا جدا. برضو معايا على التليفون دكتور جاسمين السيد، اخصائي الصحه النفسيه والارشاد الاسري، علشان تقول لنا اكتر على علامات يعني على علامات تدل ان انا توكسيك على نفسي ولا لا، ولو انا توكسيك على نفسي اعمل ايه. اهلا وسهلا بيك يا دكتور جاسمين، منوراني. اهلا بيك يا نور، ازاي؟ نورتيني. الحمد لله تمام، كله كويس. دكتور جاسمين، انا قلت على كام علامه كده بتدل ان انا ممكن ابقى توكسيك على نفسي، هل في علامات تانية بتدل ان انا ممكن ابقى توكسيك على نفسي؟ يعني طيب انا اللي بسم بدني يعني بنفسي. يعني ايه تعريف الشخص التوكسيك؟ سواء على نفسي او شخص بتعامل معاه هو توكسيك. خلينا نحط تعريف كده عشان الناس تبقى عارفه يعني ايه الشخص التوكسيك. الشخص التوكسيك هو شخص بيحط نفسه في جو من الضغط والخوف والاحساس الدائم بالتقصير، وعلى طول بينتقد نفسه او يجرح في نفسه. فسواء انت كنت كده او جنبك شخص بيحسسك بالنقص او بيجرحك او بيحسسك بالتقصير او بيخوفك او بيحطك في ضغط، فده شخص توكسيك. طول ما انت عايش دور المنقذ انت توكسيك لنفسك. تخيلي، طول ما انت عايش دور الضحيه فانت برضو توكسيك لنفسك. فالمفروض مني انا كانسان اي موقف بيعدي عليا، الانسان بيعمل ايه؟ الانسان اصلا مولود كائن ضعيف، ضعيف نفسيا. التجارب والمواقف اللي بتمر عليه بتبتدي تقويه نفسيا. ففي نوع من البشر يحط اللوم كله على نفسه، انا اللي غلطان في الموقف ده من اوله لاخره. والنوع تاني يحط الشخص اللي قدامه هو اللي غلطان. وفي نوع تالت اللي هو الأسوأ، يقول لك ان ربنا هو سبب في مشاكلنا وصعوباتنا، استغفر الله العظيم يا يعني. يا ساتر. فدول يقعدوا يقولوا انت ليه يا رب عملت فيا كده؟ فالمفروض انا عشان اكون سليم نفسيا ما اسالش ربنا. طبعا ربنا ما بيتسالش، لان ربنا بيحطك في الموقف عشان يطورك. بالظبط. فالمفروض انا في الموقف ده اي موقف يعدي عليا او اي تجربه حياتيه تعدي عليا اقف عازل نفسي عن الموقف عشان اقدر احدد انا السبب ولا الاخرين. اقيم الموقف بشكل صحيح. واكون ايه عشان اعرف اقيم الموقف يا نور بشكل صحيح؟ افصل نفسي، اعمل ايزوليشن نفسي، اطلع بره الموقف وابص على انهم اتنين داير بينهم الحوار ده او داير بينهم الموقف ده واحكم. لو انا كنت السبب في المشكله اتحمل المسؤوليه بدون ما افضل اجلد نفسي عليها كل مره، بحيث ان انا اطور من نفسي واطور من علاقاتي، وبالتالي انا ما اكونش بجلد نفسي وبحسس نفسي طول الوقت ان انا غلط وحاطط نفسي في ضغط، لان احول نفسي ان انا هبقى انسان توكسيك لنفسي. ولو كان الاخرين اما اتعامل مع الشخص الاخر وفهمه غلطه واراقبه واشوفه هيطور من نفسه ويصلح من اخطائه، ولا هيفضل حاططني في موقف ان انا على طول تحت ضغط. لو حاططني في موقف ان انا على طول تحت ضغط هبعد، هاخد جنب واحمي نفسي، لان زي ما قلت لك في الاول لو انا دور الضحيه انا كده توكسيك لنفسي، او لو انا دور المنقذ فانا توكسيك لنفسي برضه. يعني التعامل طيب مع الشعور بالذنب ده، يعني فصلت نفسي، عملت لنفسي فصل كده وبصيت على الموقف من بعيد، كان زي ما انت قلتي كده يا دكتور جاسمين، كاني بتفرج على مشهد قدامي وانا اللي بحكم، وطلعت انا اللي غلطانه فعلا او المشكله عندي انا. احساس بقى الشعور بالذنب ده ما بيبقاش سهل التخلص منه، في ناس ما بتعرفش تتخلص منه. ما هو بص يا نور، لو انا مش عارف اتخلص منه صح يبقى انا توكسيك لنفسي. طب اتخلص منه صح ازاي؟ رقم واحد اعترف ان انا كنت السبب في الموضوع ده. تمام. احط حدود للمشكله اللي حصلت واتحمل العواقب بتاعتها. يعني انا كنت السبب في كذا فحصل السبسيكونس اللي هي الموقف ده اثر وعمل حاجات معينه، فانا هتحمل المسؤوليه دي وابتدي اصلح. ما صلحتش يبقى انا كده توكسيك. يبقى انا لازم اخد اكشن. يبقى الشعور بالذنب عشان تتخلص منه خد اكشن للحل. ما تفضلش بقى متكتف وعمال ماسك كرباج لنفسك، ده مش صح.
بالظبط. طب امتى اقدر اسامح نفسي وبيبقى على الاخطاء اللي عملتها في الماضي ويبقى بشكل طبيعي، ما بقاش لا ظالمه؟ اصل في ناس بتسامح نفسها وهم يعني بصراحه صعبين قوي، يعني هم بيبقوا لا يعني ما ينفعش يسامح نفسه ابدا. فايه الفرق ما بين الشخص بيعرف يسامح نفسه وهو على حق والشخص اللي بيعرف يسامح نفسه وهو يعني مبوظ دنيا خالص؟ والله بصي ده بتعتمد على شخصيته، يعني مثلا واحد مثلا نرجسي بيشوف نفسه على طول صح وهو ما بيعملش اي حاجه غلط، والناس اللي حواليه هم اللي بيغلطوا على طول، مش كده؟ طبعا. طيب ده هيسامح نفسه ومش هيحس بذنب، وده بعيد عن الموضوع بتاعنا لان ده محتاج علاج نفسي ومحتاج متخصص. ان احنا دلوقتي بنتكلم على الناس الاسوياء اللي هم بيحسوا بالذنب بشكل كبير، وبعد كده زي ما احنا قلنا الخطوات بتاعه الاحساس بالذنب، اعترفت بالمشكله اللي انا عملتها، بدات ان انا اخد خطوات في الحل، خلاص وانس ان انت اعترفت وبدات ان انت تاخد خطوات في الحل، لازم تسامح نفسك، والا هتتحصر في الدايره دي ومش هتخرج منها وهتفضل محلك سر. عشان تتطور لازم تسامح نفسك وتبتدي تصلح. جميل جدا، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور جاسمين السيد، اخصائي الصحه النفسيه والارشاد الاسري. والله التعامل مع النفس البشرية ده من أصعب الحاجات اللي ممكن الواحد يتعامل فيها، وتخيلوا الواحد يبقى حاسس بصعوبة في التعامل مع نفسيته هو شخصيا، فأكيد حاجة كبيرة جدا جدا، وبنحتاج كتير إن احنا نقرأ فيها ونسمع عنها وندور بقى جوه ذاتنا احنا شخصيا إيه اللي ممكن يكون بيضرنا وإيه اللي ممكن يكون ما بيضرناش، إزاي أنا ممكن أبقى توكسيك على نفسي أو توكسيك حتى على اللي حواليا ولا لأ. فخدوا بالكم إنه التوكسيك ده ساعات كتير ما بيبقاش حتى عارف إنه بيضر نفسه، فعشان كده دايما بنطلب إنه لازم قاعدة مع النفس، لازم كواليتي تايم او المي تايم اللي هو الوقت الشخصي بتاعك علشان تعرف يبقى في حوار بينك وبين نفسك. لو عندك اي مشكله حاسس ان مش عارف تحلها تلجا لصديق، مع الصديق ما مش هيقدر يحل لك المشكله دي او حاسس انه مش قد الحكايه دي، يبقى لازم تلجا للمتخصص. واللجوء للمتخصص لا هو عيب ولا هو حرام ولا هو اي حاجه خالص، احنا دلوقتي بقى في وعي كبير جدا 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 بفكره انه الحاله النفسيه من اكتر الحاجات اللي بتاثر على البني ادم، حتى كمان جسديا ممكن البني ادم يمرض عشان حالته النفسيه مش كويسه وبسبب نفسه انه قاعد يجلد ذاته فيمرض ويتقهر ويتعب وبعد شهر ممكن يحصل له حاجه. فلا الجو المتخصص لو انتم مش قادرين ان انتم تفكوا الالغاز بتاعه نفسيتكم مع نفسكم. تعالوا بقى نروح نتكلم عن خبر جميل جدا جدا، عشان دايما في انتي احنا بنهتم بكل نجاح كبير او حتى صغير لكل البنات والستات. انا عايزه اتكلم معاكم النهارده عن مريم واميره احفاد الفنان الكبير عبد الرحمن ابو زهره، اللي بيستعدوا لاحياء حفلين موسيقيين مميزين جدا في المتحف المصري الكبير في نص شهر نوفمبر اللي جاي، وده بيعتبر حدث فني استثنائي، والحفلتين هيكونوا على يومين متتاليين وهيجمعوا طبعا عشاق الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة في مكان مميز جدا، واللي بيعتبر واحد من أهم المعالم الثقافية في مصر والشرق الأوسط. مريم وأميرة ورثوا حب الفن والموسيقى من جدهم الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، اللي دايما كان فخور بموهبتهم ودعمهم في مشوارهم الفني. مريم مبدعة على آلة الكمان وأميرة متألقة في عزف البيانو، وبيقدموا دايما حفلات بتجمع بين الموسيقى الكلاسيكية والعصرية بشكل جميل ومختلف. عايزة أقول لكم إن مريم عندها 16 سنة وحصلت على جائزة التميز كأفضل عازفة من لجنة التحكيم، والحفلين اللي بيجهزوا ليهم دول هيكونوا تحت رعاية وزارة الثقافة وهيئة المتحف المصري الكبير، يهدفوا من خلالهم لتقديم تجربة فنية مميزة للجمهور المصري والعالمي. الجمهور اللي هيحضر الحفلين هيستمتع بمزيج من الموسيقى الراقية في جو تاريخي رائع في وسط المعالم الأثرية المصرية القديمة، اللي حقيقة بتزيد من قيمة التجربة أكتر وأكتر. كمان الحفلين دول هيكونوا جزء من مجموعة فعاليات فنية وثقافية بيستضيفها المتحف المصري الكبير مع اقتراب افتتاحه الكامل، وده بيأكد على دور المتحف في نشر الثقافة والفنون جنبا إلى جنب مع الحفاظ على التراث المصري.
مريم وأميرة متحمسين جدا للمشاركة في الحدث ده، وبيعتبروا انه وجودهم في المتحف المصري الكبير هو خطوة مهمة في مشوارهم الفني. الحقيقة احنا بنتمنى لهم كل التوفيق والنجاح وسعداء بيهم جدا جدا، ومن المتوقع ان الحفلات دي تشهد اقبال كبير بسبب شعبية مريم وأميرة، وكمان بسبب أهمية الحدث أكيد وأهمية المكان اللي هيقام فيه الحفلين. وتاني أرجع أتمنى لهم النجاح والتوفيق، هم وكل البنات اللي بيقدروا إن هم يحققوا نجاحات كبيرة زيهم كده زي مريم وأميرة، وإن شاء الله أكيد الحفل ده هيبقى حفل رائع ومميز جدا جدا. تعالوا بقى نروح نتكلم عن حاجة تاني برضو. الفترة اللي فاتت انتشرت إشاعة بتتكلم عن انفصال الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر عن خطيبها المنتج هشام جمال. الناس قالوا ان هم انفصلوا عن بعض او ان هم فسخوا خطوبتهم بسبب ان ليلى الفترة الأخيرة كانت ما شاء الله بتتكرم كتير أكتر من تكريم، وكان هشام مش بيحضر معاها التكريمات. ولكن هشام جمال على حسابه الخاص على الانستجرام نفى الأخبار دي ونشر صور بتجمعه هو وليلى، وقال ان هو للأسف بيتغيب عن التكريمات الأخيرة دي بسبب إن هو مشغول برضو جدا، فهو ما كانش قادر إن هو يحضر معاها. وقال أنا ما قدرتش أحضر مع ليلى كل المناسبات آخر فترة، لأن الأستاذة ليلى ما شاء الله في آخر شهرين أخدت 6 جوائز كأفضل ممثلة شابة في رمضان 2024 عن دور نسمة الكاريزما اللي كان في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة. بيقول كمان للأسف ما كنتش بقدر أكون معاها في كل الحفلات اللي بتتكرم فيها لارتباطات شغلي، وقال لها ألف مبروك يا حبيبتي، وهفضل أقولك أنت لسه سنك صغير قوي وعدد الأعمال اللي شاركت فيها تتعدى على الإيد الواحدة، وقدامك مستقبل كبير إن شاء الله ويكون كله شغل ناجح ومحترم، دعواتكم ربنا يتمم لنا بخير. رد رائع وهايل، بس هي الفكرة كلها إنه هو إحنا ليه لازم نحط إشاعات على أي حاجة يعني ليه؟ وبرضه ملاحظة الفترة اللي فاتت يعني بعد ما بدأوا يظهروا مع بعض تاني، يعني هو بعد ما كتب البوست ده راح معاها أكتر من إيفنت تاني في خلال اليومين اللي فاتوا، بدأت ألاقي برضه فيديوهات تانية. بص ليلى زاهر برد فعلها إيه على هشام جمال وهو بيسلم على مش عارف مين، بص هم قاعدين بيتكلموا مع بعض إزاي، أكيد هي غيرانة من حد معين أو من حاجة معينة. الحاجات اللي زي إحنا ليه ما بنسيبش الناس في حالها؟ ليه الراجل اللي هو عنده شغل كتير زي ما هي كمان عنده شغل كتير وتكريمات كتير ما شاء الله عليهم هما الاثنين، يعني على طول حطناهم في خلق دول سابوا بعض، لا ده هي زعلانه، لا ده هي مقموصه منه، بص ملامح وشها عامله ازاي، ايه التحليل والتفصيل لكل حركه ولكل خطوه بيخطيها اي حد من الفنانين ده؟ الاثنين كابل طبيعي جدا جدا يحبوا بعض، والاثنين متميزين الحقيقه، والاثنين ناجحين، وهشام جمال ناجح جدا جدا وحقيقي بيتميز بتقديمه لاعمال فنيه مبتكره ومتميزه، فطبيعي جدا ان هو يكون في الفتره دي منشغل جدا، وهو حقيقي الفتره دي كمان كان عنده التزامات يمكن زاد عنده عن الانتاج الفني والتمثيل كمان، فيعني حرام عليكم ما تبشروش على الناس ان هم اتفسخوا فسخ خطوبتهم ولا سابوا بعض ولا اي حاجه، مش مجرد ان البنت راحت مناسبه من غير خطيبها تبقى كده خلاص، لا يعني نصبر على الناس شويه ونتمنى للناس طبعا اكيد الخير، واحنا بنتمنى لكم كل قلبنا احنا وكل فريق انتي بنتمنى لكم كل السعاده والحب، عايزين بقى ايه ان شاء الله الفرح قريب كده علشان خاطر عايزين نسعد بيكم زي ما انتم دايما بتساعدونا باعمالكم. نتكلم بقى عن الأزياء وعن الموضة. من الحاجات الجميلة برضو والمفرحة اللي حصلت النهاردة وجود مصر في مكانها الحقيقي ضمن قائمة أفضل 10 دول أفريقية في مجال الأزياء والموضة العام 2024 زي ما ذكرت إحدى المجلات الأمريكية. مصر طول تاريخها وعلى مر العصور وهي بلد الموضة والأزياء، إحنا أول دولة اهتمت بالأقمشة، احنا أول دولة اهتمينا بالأسطات وبالألوان وبالتصاميم، والحاجات دي موجودة عندنا على جدران المعابد من آلاف آلاف السنين، موجودة في مفاهيمنا وفي ثقافتنا الشعبية من زمان جدا جدا. ما عندناش كمان شبه، يعني ما تلاقيش في أي دولة تانية أزياء شبه الأزياء المصرية منذ بدء التاريخ زي ما بيقولوا لحد النهاردة. يمكن إحنا النهاردة الـ 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 القاهرة والعاصمة بتلبس زي معظم دول العالم، ولكن إحنا عندنا
بلاد وعندنا محافظات ليها ثقافات في الأزياء ما مش موجودة في أي حتة في العالم. يعني اللي عندنا اللبس البدوي، عندنا اللبس السيناوي، عندنا الملس الصعيدي، عندنا الجلابيات الفلاحي بألوانها المبهجة الجميلة جدا جدا وقصاتها اللطيفة الواسعة الحلوة الجميلة. لا عندنا حاجات كتيرة جدا جدا طالعة من كل حتة من كل حتة في مصر. وكمان قدر مصممين أزياء مصريين عندنا إن هم يوصلوا بالأزياء المصرية والأفكار المصرية للعالمية. يعني الموضوع جميل جدا، مصر غنية جدا بولادها المبدعين الحقيقة في كل المجالات، وكمان زي ما قلنا كده خاصة مجال الأزياء اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. يعني لو تكلمنا مثلا عن مصمم الأزياء العالمي دلوقتي طبعا هاني البحيري، حقيقي أزياءه موجودة وفنانات كتيرة جدا 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 بيلبسوا من هاني البحيري الحقيقة. برضو كمان عندنا مصمم الأزياء بهيش حسين برضو لبس كل المشاهير العرب بأزياءه المميزة الجميلة. في تمرازة، فريدة تمرازة برضو الحقيقة كتير كتير جدا جدا من المصممين الأزياء اللي رفعوا اسم مصر في كل محفل من محافل العالم. وإحنا معانا على التليفون دلوقتي مصمم الأزياء العالمي الأستاذ بهيج حسين أو مسيو بهيج. أهلا وسهلا بحضرتك، منورني يا مسيو بهيج. ألو. ألو مسيو بهيج، أهلا بيك. اهلا بيك، ازيك نور، اخبارك ايه؟ اهلا بيك، منورني وسعيده جدا ان انت موجود معايا النهارده. انا اكتر يا فندم، انا اكتر. شفت ازاي الخبر ده ان مصر موجوده في قائمه ضمن افضل 10 دول افريقيه في مجال الازياء والموضه في عام 2024؟ لا هو مصر تعتبر الافضل في القاره الافريقيه، لان احنا ما لناش منافس في افريقيا. يعني لو احنا كنا هنتكلم مثلا ان احنا معانا مثلا في اسيا او اوروبا وكده كنت هتقبل الموضوع ان احنا من العشره، بس احنا في افريقيا احنا نعتبر الدوله الاولى او يعني الاكثر تميزا بعدد مصممين الازياء، بالسوق اللي بقى مفتوح دلوقتي ان احنا بيجينا ناس كتير جدا من بره مصر عشان تجرب الديزاينز بتاعتنا وكده. فاعتقد ان ده شيء لطيف، يعني حاجه حلوه قوي. طبعا طبعا اكيد. ايه اكتر الحاجات اللي ممكن تكون بتميز الازياء المصريه من وجهه نظرك؟ وانا طبعا معايا مصمم كبير زي حضرتك مسيو. بصي اعتقد ان احنا لنا تيست مختلف، وقف في النص ما بين التيست الغربي والتيست العربي. فهماني؟ الذوق الغربي والذوق العربي، اللي هو انت تقدري ان انت تعملي تصميم لسيده عربيه محجبة، وده مش متواجد كتير في دول عربية كتير جدا. أو سيدة مثلا بتحب انها تبقى لابسة حاجات مش مكشوفة مش مفتوحة، وفي نفس الوقت عندك اللاين اللي هو للسن الصغير والناس اللي بتحب تلبس الفساتين الببريتال وان شولدر واب شولدر كلام ده. انت واقفه في النص قادره ان انت تمسكي العصايه من النص. اعتقد ده اكتر حاجه ممكن تميزنا احنا كديزاينرز، ان احنا بنقدر نتعامل مع يعني مع وجهتين النظر. خليني برضو اسمح لي كده اسالك بان حضرتك موجود معايا عن السيزون الجديد والكوتور الجديد بتاع حضرتك، كلمني كده ناوي تعمل ايه السنه دي، هتفاجئنا بايه؟ بصي يعني هو السنه دي انا برايح للاين كده مختلف، اللي هو فكره ان انت عارفه الظروف الاقتصاديه اللي كل الدنيا بتمر بيها، الناس ما بقاش عندها مش المقدره، بس ما بقاش عندها حتى ايفن النفس قوي فكره الفساتين المكلفه جدا كده. فانا رايح للاين اللي هو اللي نقدر نقول عليه اللي هو الفورشيك او الابيي، اللي تقدر الست تقدر تحضر بيه خطوبه، فرح، ريسبشن، خروج لطيف بطريقه معينه. ده اللي انا شغال عليه اليومين دول اكتر من سواريهات. السواريهات بتبقى مقتصره على الافراح، على ريد كاربت زي الجونه دلوقتي وهكذا. جميل جدا جدا الحقيقه، انا بتمنى لك التوفيق والنجاح ومستنيين العرض الجديد والكولكشن الجديد. بشكرك شكرا جزيلا مصمم الازياء بهيج حسين على مداخلتك معانا. الحقيقه يعني احنا كمصريين دايما بنبقى فخورين بتصدر مصر القوائم ايا كان بقى في اي مجال، بس في حته الازياء دي زي ما قلت لكم في الاول كده احنا فعلا فنانين جدا جدا.
جدا وعندنا كتير من الفنانين وعندنا افكار وتصميمات وبنعرف نعمل مزج بين الفرعوني والصعيدي والفلاحي. يعني انت ممكن تبقي لابسه فستان فيه اكتر من لمحه او فكره من تراث مختلف او تراثات مختلفه من الحاجات المصريه اللي عندنا او من الثقافات المصريه اللي عندنا. فاحنا عندنا الحقيقه مصممين ازياء زي ما قلنا كده عالميين زي بهيش حسين، هاني البحيري، وفريده تمرازه، وغيرهم كتير جدا. خلينا دلوقتي نطلع لفاصل بس سريع ونرجع نكمل معاكم، استنونا. لسه مكملين معاكم وعايزين نتكلم في موضوع دلوقتي بقى. يعني شوفوا، لو الموضوع ده الراجل ما خدش باله منه، ده بيبقى اكتر موضوع بيبوظ العلاقه ما بينك وما بين مراتك وما بينك وما بين امك، والبيت كله بيبوظ وبيبقى مليان حرايق. من كام يوم كده كان يوم الاحتفال باليوم العالمي للحما، ويوم الحما بيهدف انه يفكر المتجوزين دايما بالتاثير الايجابي اللي الحما ممكن تعمله في حياتهم الزوجيه. الإيجابي، خدوا بالكم طبعا الإيجابي ده ليه شروط، علشان يبقى إيجابي ليه شروط لازم تتوفر في الحما ولازم تتوفر في الزوج والزوجة كمان. إزاي تقدر تكون الحما هي سبب في استقرار العلاقة والسعادة بعيد عن المشاكل؟ ده موضوع كبير جدا جدا الحقيقة. يعني محظوظين اللي عندهم حموات طيبين، الحمد لله، على الأقل أو على الأقل يعني يكونوا متفاهمين، احمدوا ربنا كتير. الموضوع ده بيخلق جو مريح وداعم في الحياة الزوجية جدا جدا، لما حماتك تبقى متقبلاكي، تبقى بتحب تتعامل معاكي زي بنتها، أو حتى يا ستي أضعف الإيمان وعلى الأقل خالص مش بتتدخل في حياتك، يعني ممكن تكوني مش بتنزل لها من زور قوي. برضو لازم نراعي برضو حتة انه ابنها وممكن تكون غيرانة عليه، زعلانة بتاع، انما يعني ايه حتة انها لو ما بتتدخلش في حياتك قوي ما بوظلكيش الدنيا، برضو احمدي ربنا جدا جدا جدا. بس اهم حاجة ان انت لازم تكوني واخدة بالك انت كزوجة كبنت لسه بادئة بقى الحياة الزوجية جديد، انك انت عليكي دور ودور مهم جدا جدا ان حماتك تبقى كويسه معاكي. انت لازم تكسبيها ولازم تتعاملي معاها زي امك، ولازم تفوتي لها حاجات زي ما بتفوتي لامك، ولازم تعملي مجهود قوي جدا جدا علشان العلاقه دي تبقى علاقه مستقره وعلاقه ناجحه. وصدقيني بقى، اليوم اللي بتكسبي فيه حماتك انت خلاص كده، يعني بصي انت بتبقي ملكه الكون. ليه؟ اي حاجه هيضايقك فيها جوزك هي اول واحده تقف جنبك، على فكره هتقف جنبك مش ضدك. يعني شوفي بقى دايما تقولك لا عمرها ما بتشوف ابنها غلطان، عمرها مش عارف ايه، لا انت الغلطانة. انت لو كسبتيها والله عمرها في حياتها ما تقف ضدك ابدا، بل بالعكس هتبقى حاجة من الاتنين، يا حقانية يا واقفة معاكي، ما لهاش تالت. يعني من التجارب والخبرات الناس الكتير اللي بنشوفها والحاجات الكتير اللي بتعدي عنها في حياتنا وحياة الناس اللي حوالينا، انا بقولك الكلام ده بنسبة 90% عمرها ما تبقى ولا هتبقى ضدك، يا اما هتبقى حقانيه قوي هتدي كل هتعطي لكل ذي حقا حقه، يا اما هتبقى معاكي، يا اما هتقف على الحياد، وده في حد ذاته كويس. يعني انها تبقى واقفه على الحياد وما تدخلونيش في مشاكلكم، ده حلو قوي، ده حلو قوي، عشان ده في اللقطه دي هي بقى شايفه انها ممكن تيجي مع ابنها تظلمك فهي مش عايزه تعمل كده، فده شيء محترم جدا جدا من الحما. انا بقى بفتح الموضوع ده مش عشان اتكلم مع الحما ولا اتكلم مع الزوجة، انا عايز اتكلم مع الراجل. ان خد بالك انت اكتر واحد يعني بتتهرس في المعركة دي، لو المعركة دي قامت انت اول واحد غلطان، انت معرفتش تتعامل مع الوضع العام ككل، معرفتش تتعامل مع مامتك، معرفتش تتعامل مع مراتك، ومعرفتش تحببهم في بعض او حتى تفصل القوات، فالغلطه الاولى والاخيره دايما بتكون عندك. لازم تعمل توازن ما بين التعامل مع مامتك والتعامل مع مراتك. في الاول خالص، في اول العلاقه، سواء في الخطوبه كانت بكتاب الجواز، في الاول خالص الاثنين قنبلتين موقوتتين، كل واحده فيهم بتك تك تك ومستنيه تنفجر. تنفجر في وش مين؟ في وشك. ليه بقى؟ لان انت اللي في وشهم،
يعني انت العامل المشترك اللي ما بينهم، انت الوسيط اللي ما بينهم، انت الحاجه اللي بتتشد من الناحيه دي وبتتشد من الناحيه دي اللي ما بينهم. فانت انت للاسف القنبله لو فكرت تنفجر تنفجر في وشك، سواء جايه من ناحيه مامتك او جايه من ناحيه مراتك. فمهم قوي انك تبقى بتتعامل في الوقت اللي في الاول ده بالذات، اللي هم ما خدوش على بعض وما فهموش بعض والحياه ما بينهم بقت على الاقل متفق عليها، انت اللي لازم تعمل ايه البالانس في العلاقه ما بينهم، ولا تنقل كلام من عند مراتك لمامتك، ولا تنقل كلام من عند مامتك لمراتك، ولا دي تقول على دي حاجة فتوصلها لها، ولا دي تقول على دي حاجة فتوصلها لها، ولا تقول المشاكل اللي هنا ولا تقول المشاكل اللي هنا. يعني لو اتخانقت مع مراتك أو خطيبتك مش لازم تروح تحكي لمامتك كل حاجة، والعكس ما تروحش تقول خطيبتك أو مراتك كل ما يحدث مع 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 والدتك وإخواتك، لان هي برضو على فكره بيت اهلك ده برضو ليه خصوصيه، زي ما بيتك اللي هتعمله ليه خصوصيه بيت اهلك ليه خصوصيه. كل البيوت ليها حرمات وكل البيوت ليها حدود، في حاجات تتعرف في حاجات ما تتعرفش، في حاجات انا اعرف ينفع اقولها ومش هتضايقني قدام او مش هتاثر قدام، في حاجات لا. كتير من الشباب بيبقى عندهم نقص خبره في الحته دي فيروح يفضفض لمامته على طول او يروح يفضفض لخطيبته او لمراته على طول، فدي تشيل او دي تشيل، يحصل ما بينهم هما الاثنين مشكله قدام وترجع تقول لها انت مش كنتي قلتي كذا، هو مش انت ما كنتيش بتحبيني وما كنتيش قبلاني مرات ابنك، هو مش طب ليه؟ يعني ممكن تحصل الخناقه مش وقتها على طول، ده ممكن تحصل خناقه بعد 10 سنين جواز، تخيل بقى. بيشيل واحنا بنشيل، لازم تفصل في الحته دي. واوعى تقارن بين مامتك ومراتك او بين مراتك ومامتك، لا اكل دي احلى من اكل دي، ما نروحش نقول ده انا اكل مراتي ايه عند ماما الست اللي ربتني واكلتني وشالتني وعملت معايا كل الواجب وزياده لحد ما كبرتني وعندي شنب واتجوزت، اروح اقول لماما ده انا ماما والله يا ماما ده انا مراتي بتعمل الاكله الفلانيه دي خطيره، وما اعتقدش في حد ممكن يكون بيعملها زيها. انت بتتكلم بحسن نيه بتفضفض مع مامتك بتتكلم عادي، لا هنا بقى مامتك ممكن تتضايق جدا وتغير، ازاي ممكن تكون بتحب اكل حد اكتر من اكلها. نفس الكلام تروحش تقول لمراتك هو انت بتعرفيش تعملي ايه في ايه، ده انا ماما عليها طاجن مش عارف ايه باميه مثلا ولا ايا كان، انت مش عارفه تعمليه ليه زيها، برضه هيضايقها الكلام ده. عليكي انت كست ان انت اللي تبقي ذكيه وتبقي عارفه جوزك بيحب ايه من مامته، وانت مش عارفه توصلي له او مش عارفه تعمليه وتعلمي من مامته من غير ما تقارني. واوعي لما تحطي طبق تقولي له اكلي بقى ولا اكل ماما، ده بقى ولا اللي مامتك كانت عاملاه لك كده، انت بتحطي علامات حمراء كتير جدا جدا تحت اسمك، ما تعمليش كده خالص. كل واحده فيكم تطبخ بطريقتها بنفسها وعليه هو ان هو ياكل ويقول تسلم ايدك هنا وتسلم ايدك هنا، عشان يعني ايه. بصوا يا جماعه والله انا يعني في حاجات بيبقى فيها شويه هزار، ولكن والله بجد الكلام ده حقيقي، لانه انت شخصيا هتعيش في عذاب في عذاب لو واحده فيهم حست ان انت بتحبها اكتر من التانيه. وانت كزوجه لازم تكوني عارفه ان لازم يحب امه اكتر منك، دي امه، لازم تبقي عاقله في ده، اوعي تقارني نفسك بيها ابدا. احنا معانا برضو على التليفون استاذه فاطمه عبد الستار استشاري العلاقات الاسريه، علشان برضو نعرف منها اكتر ازاي نعرف نتعامل او الراجل يعرف يتعامل مع الحساسيه اللي بتبقى بين الحما والزوجه وخاصه في اول علاقه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا نور. اهلا بيكي، منوراني وسعيده جدا بوجودك معايا. شكرا جزيلا. العلاقه بين الزوجه والحما علاقه مليانه بالالغام زي ما بيقولوا، لو هي من البدايه ما عرفتش الزوجه انها تكسب الام، فايه اكتر الاخطاء اللي ممكن يقع فيها بقى الراجل كمان بالذات وتسبب مشاكل بين مراته وامه؟ الحقيقه ان في جوازات كتير ما بتكملش بسبب المشكله دي، وان الزوج ما بيعرفش يعمل بالانس او توازن في العلاقه ما بين مراته ومامته. والمشكله دي انا بشوفها كتير جدا وبتتكرر معايا من خلال شغلي اليومي. اول خطا ممكن الراجل يرتكبه في العلاقه دي ان هو بيدي انطباع تفضيل، ان هو بيفضل طرف معين او حد على التاني، وده بيدي احساس بالغيره. تاني خطا ممكن الزوج يعمله ان هو يبوح بالاسرار خارج العلاقه. لما الراجل ينقل زوجته لامه او العكس، ده بيخلي ترجع عن نطاقها وبيولد احساس عدم الثقه. من الافضل طبعا انه يحافظ على خصوصيه كل علاقه، سواء علاقته مع مامته او علاقته
بمراته. كمان من الأخطاء اللي ممكن تكون بتحصل إن وضع رأي الأم دايما في الأولوية، يعني لازم يستشير مامته دايما قبل ما ياخد أي قرار في حياتهم. ده بيدي إحساس لمراته إن رأيها مش مهم، وبيحسسها في بعض الوقت بالتهميش وعدم الاحترام. الخطأ اللي بعد كده برضو إن هو ما بيعرفش يعمل حدود واضحة يا نور في العلاقة من البداية، ودي من أكبر الأخطاء، لأن الأم لازم تفهم إن ليها مكانة خاصة. في نفس الوقت الزوجة كمان تستحق نفس التقدير. طبعا دي حاجات مهمة جدا وأخطاء، ودايما بشوفها من خلال شغلي. طب هو إزاي برضو الراجل يكون عادل ومتوازن في بين مراته وبين والدته من غير ما يحد فيهم يحس بالظلم؟ ما هو برضو أكيد هو كراجل يعني مشغول وعنده مسؤوليات وحاجات، وداخل أصلا على حياة جديدة، فبيبقى في حاجات مش عارف يعملها. أول حاجة يتجنب المقارنة ما بينهم في أي شيء، طبعا سواء في الطبخ، وانت ذكرتي النقطة دي دلوقتي، أو أسلوب التعامل أو أي حاجة تانية. يتجنب كمان النقد والشكوى، ما يتكلمش بشكل سلبي عن أمه قدام مراته، ولا عن مراته قدام أمه، وطبعا ما ينقلش الكلام ما بينهم، ولا يبين أبدا ده، ولا يبين أنه هو بينحاز لطرف فيهم. ده نقطة مهمة جدا. طبعا ده ليه علاقة بأن هو وهو بيتكلم مع مامته ومع مراته في حاجات معينة دي يتجنبها، زي ما حضرتك قلت كده المقارنات. كمان نقطة مهمة جدا، لازم يعمل مساواة في التقدير. يعني انه يعمل ده بطريقة مناسبة لكل طرف فيهم. الام بتستحق الاحترام لانها ربت وسهرت، والزوجة بتستحق كمان الدعم لانها شريكة حياة وهتكمل معاه بقية المشوار. جميل جدا جدا. يعني الموضوع ده، موضوع الحمى والزوجة والزوج، ده موضوع يعني حقيقة من زمان جدا جدا، والمشكلة دي موجودة. المشكلة دي ما بتتحلش بسهولة. ليه يعني في وجهة نظرك يا أستاذة فاطمة، ليه المشكلة دي ما بتتحلش بسهولة؟ ليه دايما لازم أبقى داخلة العلاقة وأنا عاملة حسابي إن أنا حماتي هتبقى شريرة معايا، ودايما حماتي حاطة في دماغها إن دي اللي جاية تاخد ابني من حضني وربي خايبة الغيب؟ ليه دايما ده موجود؟ تصوير السوشيال ميديا، الأفلام اللي بنشوفها بتدي انطباعات سيئة، تشكيل المعتقدات في البداية، الأسر المجاورة، جيراني، نمط العلاقات اللي حواليا بيشكل طريقة تفكيري وأسلوبي، وبيكون الفاليوس أو المعتقدات أو القيم بتاعتي. إن الحمى دايما بنصدرها في الخانة دي، أو الزوجة في الوضع ده، اختبارات اجتماعية كتير حوالينا. طبعا أنا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا للأستاذة فاطمة عبد الستار، استشاري العلاقات الأسرية، على مداخلة حضرتك معانا. زي ما قلنا كده، علاقة مليئة بالألغام، عليك يا رجل أن تعلم إزاي تعرف تتعامل فيها، لازم، ده شيء مهم جدا جدا. النهاردة بقى عندنا إيه؟ النهاردة عندنا ضيفة قدرت انها تحقق حلمها وتكون نموذج مشرف لكل ست مصريه، تحدد هي الظروف وتحدد كمان نفسها، وقدرت تبقى اول سباحه مصريه تعبر بحيره انسي في فرنسا. كمان معاها لقب المراه الحديديه، هتكون ضيفتنا في فقرتنا النهارده المهندسه والسباحه الدوليه رندا المهدي. اسمحوا لنا دلوقتي نطلع لفاصل سريع ونرجع نبدا معاكم فقرتنا، استنونا. النهارده ضيفتنا قدرت انها تحقق حلمها، وهي نموذج مشرف لكل ست مصريه. قدرت تتحدى الظروف، تتحدى نفسها، وتحصل على لقب اول سباحه مصريه دوليه تعبر بحيره انسي بفرنسا، وكمان حازت على لقب المراه الحديديه. ضيفتنا هي المهندسه والسباحه الدوليه رندا المهدي، او المراه الحديديه. اهلا وسهلا بيك يا رندا، نورتي. ميرسي جدا يا رندا، مبسوطه جدا بوجودك معايا، ومبسوطه بالنجاح اللي انت حققتيه حقيقي. بجد برافو عليكي، والنجاحات اكتر واكتر يا رب ان شاء الله. بس خليني ابدا معاكي بفكره ان انت تعومي في انسي. ليه اخترتي البحيره دي بالذات ان انت تعومي فيها؟
بصي، هو انا هدفي ان انا ابتدي اختار حاجات ما اتعملتش قبل كده فاعملها، فيترفع اسم مصر ويتذكر اسم مصر ان احنا اول حد عملها. ويعني فكان ساعتها المدرب بتاعي هو اللي عمل اتصالاته، وهو اللي قال لي هنعبر البحيره دي. وبلاننج حاجات تانية بقى ان شاء الله، يعني انا كل شويه يعني انا دلوقتي ابتديت اتمرن لحاجه تانية، بلاننج ان يبقى في انيشيتيف جلوبال انيشيتيف، يعني او يعني مبادره عالميه هنعملها، بس لسه يعني مش هعلن عنها دلوقتي لانها لسه في طور التحضير. فانا المفروض انه يعني انا عايزه ارفع علم مصر، وعايزه اعمل حاجه لنفسي والبلدي وبس. فهي دي يعني حسب بس ما المدرب بتاعي قال لي، فانا روحت عملتها. انا عايزه ارجع معاكي طيب للبدايه، بدايه السباحه. انا عارفه انت بداتي سباحه 2017 او 2018 تقريبا، مش كده؟ انا ابتديت رياضه في حياتي كلها 2017، انا ما كنتش بلعب رياضه خالص. يعني انت قبل كده ما كنتش بتلعبي اي نوع من انواع الرياضه خالص، ولا وانت طفله ولا اي حاجه خالص؟ لا معقول؟ لا خالص، ولا اي ولا ليه علاقه اصلا. ما هذا الانجاز العظيم؟ ولا ليه علاقه. ودخلت حتى موضوع الرياضه ده في 2017، كنت بجرب، عارفه اللي هو داخله برش ميه يعني، بس كده يعني كده بجرب يعني، انا اعمل حاجه يمكن تفيدني يمكن تطلع حلوه. يعني كنت ساعتها الوقت ده، عارفه انت عارفه في ازمات نفسيه بتعدي على الناس في سن الثلاثينات ده وبتاع، بتبتدي تشوفي انت بتحبي ايه وايه اللي فاتك، وخصوصا ان انا اتجوزت بدري وخلفت بدري وبتاع، فما عملتش كل الحاجات اللي كان نفسي فيها. فقررت ان انا ابتدي اكتشف، يعني دخلت دايفنج تمثيل وبتاع. الحاجه اللي شبكت معايا جدا كانت دايفنج، وال يعني انا اكتشفت ان انا شخص بيحب الاكتيفيتي عامه، فاي حاجه فيها يعني فرق وكده انا بحب اعملها. فابتديت الرياضه دي بالصدفه البحته، وفجاه بقى يعني خدت تشالنج جامد جدا في خلال سنه. يعني انا ابتديت 2017، 2018 كنت عامله سباق من اكبر السباقات بتاعه التراثلون في العالم. وكان تشالنجنج جدا. ده لعبه مش سهله خالص يعني، دول ما انا بقول لك كان 226 كيلو متقسمين ما بين سباحه وجري وعجل. وعملتهم في 13 ساعه، والناس كلها كانت في الاول شايفين ان انا مجنونه، ان انا فكرت اصلا ان انا اراجستر في السباق ده، لانه انت لسه باديه يعني اصلا ما فيش. بس في خلال بقى الرحله كلها اتفرجوا، يعني السنه دي اتفرجوا انا كنت بتمرن ازاي، الكوميتمنت الرهيب اللي كنت فيه، ما بفوتش تمرين، حياتي كلها اتظبطت على التمرين. ملتزمه جدا بمواعيدك. بصي، هو اي حد عايز يوصل اي حاجه لازم يلتزم، ملهاش حل يعني. هي بصي المعادله معروف، هتلتزم وتمشي على البلان بتاعتك اللي محطوطه لك، وهتسعى وهتعمل كل اللي في وسعك هتوصل. مش هتعمل كده ديفينتلي حتى يعني في الاغلب هتفشل، يعني مش هتكمل. صحيح. اول بقى مسابقه اشتركتي فيها هي اللي كان فيها الترايثلون ده. كان اللي هي الايرون مان بتاع اسبانيا. برشلونه. وحققتي فيها؟ بصي لا، هي مش تحقيق، هو انت لما بتبقي داخله اماتور غير لما بتبقي داخله برو. البرو دول اللي هم بيلعبوا يتمرنوا 10 ساعات و11 ساعه في اليوم بتاع. الاماترز دول اللي هو شرف ليه انه يخلصوا، لانه 226 كيلو او 140.6 مايل ده مش حاجه قليله ان انت تعمليهم ورا بعض. يعني 3.8 كيلو سباحه، وبعدين 180 كيلو عجل، وبعدين تنزلي من العجل تجري 42.2، يعني 42 كيلو فاصله 2، كانه فول ماراثون. فانت يعني مش سهله ابدا ان حد لسه بادي رياضه ويخش يعمل حاجه زي كده. بالظبط. ومرحله العمريه مش هي المرحله اللي هي السوفتي اللي هو تقدري فيها، ما كانتش كبيره يعني، هسه خلينا نكون واضحين. لسه صغيره على فكره. كلنا لسه صغيرين. والله انا معاكي. لا بس اللي انا بتكلم فيه انه البدايه، الناس عاده مثلا لما بنشوف مع ابطال او كده يقول لك انا كنت بلعب مثلا سباحه وانا عندي 6 سنين وعن 8 سنين باليه مش عارف ايه. انت عملتي تحدي كبير، انت بداتي فروم سكراتش في وقت انت بس بتجربي بتشوفي انت تحبي ايه او ايه اللي ممكن تبقي مبسوطه فيه وتبقي شاطره فيه، لوصلتي لبطولات. فده دي حاجه، دي حاجه غريبه. وبرده هقف تاني عند الترايثلون، انك تبدايها دي اول حاجه وانت من قبل كده جسمك ما كانش متعود على الرياضه. ايه التحديات يعني؟ انا عايزه اعرف سهله ولا صعبه. مخي هو اللي بيشتغل مش جسمي يعني. انا في الاوائل لما ابتديت كان عضلاتي ما تستحملش خالص اللي انا بعمله ده. ايوه. بس طبعا بالتمرين كل حاجه بتيجي الحمد لله، بس هو مخي بيقول لي انه انا لازم حاسبه نفسي. انا هقول لنفسي ان انا اقدر بجد والله. حتى كنت حاطه اللي هي بتاع الستيتس بتاعت الواتساب دي، يس اي كان، وكنت حاطه عارفه اللي هو التنميه البشريه دي اللي هو يعني. بس انا دلوقتي ما بقتش بتكلم تنميه بشريه، دلوقتي انا بتكلم حاجه انا عشتها. وبعدين انا مثلا لما بقعد اتكلم على الاكسبيرينس بتاعتي وازاي انا عملت وبتاع،
بلاقي الناس اللي هم بتوع اللايف كوتشنج او التنميه البشريه بقى وات ايفر يعني بيبقوا قاعدين بيقولوا لي انت بتقولي الخطوات اللي الواحد لو يعني مشي عليها من غير ما تتعلميها يعني ينجح. انت بتقوليها؟ قلت لهم اه بقولها باي اكسبيرينس. يعني انا عامه بتعلم باي اكسبيرينس، انا مش بتعلم بالقرايه اكتر ما بتعلم ان انا لازم اخش اجرب ابتدي اشوف هعمل ايه وبوصل الحمد لله. برافو عليكي جدا الحقيقه. الاتحاد الدولي حطك على قائمه الملهمين على مستوى العالم، كلميني برضو عن الخطوه دي او الحدث. بصي الحمد لله انا عشان انا كنت اول واحده تتسجل ان انا عبرت البحيره دي، فاوريدي دلوقتي اسمي بقى معروف في الاتحاد الدولي. ودلوقتي بقولك في اتصالات حاليا مع الاتحاد الدولي على اساس ان انا ان شاء الله في مبادره كويسه يا رب تكمل على خير يعني. فاوريدي ابتديت ابقى ظاهره عندهم وابتدى وانا كنت يعني قايله لهم ان انا بعمل يعني عشان كوز معين اللي هو او الهدف يعني ان انا عايزه الناس تبتدي مينلي الستات، بس هو يعني ما بقاش الستات بس، بقى والله ستات ورجاله واطفال شايفيني ان انا حاله بالنسبه لهم، لان هم شافوا مراحل تطوري في حياتي مشيت ازاي، فهم شافوا ازاي انا عملت تغيير فظيع، فبقى بالنسبه لهم احنا عندنا امل يعني. طول ما هم شايفيني شايفين انه في امل مهما وقعوا في امل، هم شافوني لما وقعت ولما رجعت وقفت تاني وشافوا حياتي كانت قبل كده عامله ازاي، شخص تاني خالص وغيرت تماما الحياه تماما، فهم شافوني وصلت في حته مختلفه. ف بالنسبه للاتحاد الدولي هو انا كنت قايله لهم ان انا رايحه اعمل كده عشان ادي مسج للستات مينلي انه انت تقدري في اي وقت تعملي اللي انت عايزاه، ما تسيبيش نفسك تقعي يعني، ما فيش حد هيفيدك، انت اللي هتقومي نفسك، انت اللي هتعملي الشغل نفسك، بس التزمي واعملي البلان بتاعتك وامشي عليه. نروح لانسي تاني. البحيره من اكبر البحيرات اللي موجوده في فرنسا، طولها 16 كيلومتر وانت عبرتيها ما شاء الله في 5 ساعات و11 دقيقة. خمس ساعات و11 دقيقة تمام. مش عارفه اقول لك ايه، احكي لنا الصعوبات. طيب يعني لا بجد بجد ما شاء الله تطول. الليله اللي قبلها ما نمتش خالص، ما نمتش من كتر القلق، لان انا قاعده فجاه لقيت ان انا الاتحاد الدولي بيتفرج عليا والمدرب بتاعي بقى في وشه الموضوع كله، ومدرب منتخب فرنسا طالع معايا على المركب هو الاوبزرفر، فانا عارفه اللي هو انا يعني عارفه انا غلبانه قوي على اللي بيحصل فيا ده. اللي هو ايه اللي انا بعمله ده؟ انا اكيد من كده بكتير، انا كيوت جدا بتعملوا فيها كده ليه؟ فطبعا ما نمتش. حسيت ان الدنيا وسعت قوي. وسعت كبرت، وانا انا صحيح بقالي بتمرن حبه حلوين ويعني ما يعني خلاص بقى منهاره من التمرين وجسمي كله يعني خلاص انا مأهله نفسي تمام، بس مش عارفه انام، مخي ما بيفصلش ثانيه خالص يعني. عارفه اللي هو عملت كل الحاجات اللي ممكنه عشان انام، وفي الاخر استسلمت رحت قايمه وقعدت احط مانيكير. خلاص خلاص بقى اللي هو يعني خلاص طالما صاحي اظبط المانيكير عشان اعوم ان ستايل يعني. اشغلي دماغك بالحدود بتاعت الضوافر يعني، ضوافري تبقى شكلها وحش وانا عايمه. بس وبعدين نزلت المايه كانت برد جدا الحمد لله، الوات سوت اللي كنت لابساها بتحمي شويه، بس برضو ستيل وشي وايديا ورجليا كانوا ساقعين جدا يعني منملين اصلا. وعشان كده كان النيوتريشن كل ربع ساعه بيوقفوني يدوني نيوتريشن عشان اكمل عشان ما يجيليش هايبوثيرميا. وفي طيارات بقى في اوقات انا في وسط ما انا عايمه انا مش فاهمه المايه رايحه فين، عارفه اللي هو انا بعوم وفي حاجه بتعاند بس انا مش عارفه، عارفه اللي هو مش طيار حتى عادي، هو طيارات غريبه كده جوه المايه انا مش فاهمه يعني انا ما بتحركش ليه. بس يعني هي دي كانت التشالنجينج فيها، كان قله النوم الصراحه، انا كنت في الاخر دايخه جدا عشان ما نمتش وكنت خايفه يغمى عليا، لان بقول لك خلاص ابتديت ابقى مزغلله جدا في الاخر 5 ساعات والمايه ساقعه والطيارات. يعني الحقيقة أنا عايزة أعرف بس في حاجة زي كده، معلش، أنت بتروحي تتمرقي، بتروحي بتشتركي في مسابقة في مكان في بلد غير بلدك، جو غير الجو اللي أنت متعودة عليه، في تحدي طبعا كبير في أكتر من حاجة، ولكن أنا بتكلم على الحتة الفيزيكال دي، زي ما أنت قلتي أنت إيديكي ورجليكي كانوا منملين وكنتي بردانة، يعني كنتي بردانة جدا. بصي أنا رحت قبليها، سافرت قبليها في تريننج كامب في دولة قبليها ده يعني في المجر قبلها، وعملت تريننج كامب وقعدت شويه في الاول، جسمي وجعني وجع رهيب من تغيير الجو، ارقامي ابتدت تنزل جدا، كنت بصوت بقى المدرب بتاعي قلت له يا دكتور انا
الارقام نازله نزول فظيع، انا كانش عدي انا، ويقول لي ما تقلقيش خوه، كان هادي جدا. يمكن هو مصدر لي هدوء بس هو كان متوتر يعني. بس هو كان موريني انه الدنيا عادي خالص، انه طبيعي، ده تغيير جو، فانت عشان كده الدنيا ملخبطه معاكي. فهي فادتني الحمد لله فكره ان انا سافرت بدري شويه ويعني اتعودت على الجو البرد وكده، فلما جيت انزل في فرنسا ما كانش عندي مشكله. ولما اتمرنتي في حاجه شبهها قربتي شويه من الدنيا يعني عارفه اللي هو كانت ارحم، لان انا كنت بتمرن كل تمريني هنا في مصر في الصيف، في الصيف المايه دافيه عندنا، وبعدين انت هنا حتى مهما اتمرنتي في عز الشتاء في البحر، البحر حرارته ما بتنزلش عن 22 23 يعني، فانت ما بت يعني مش بتختبري نفسك في درجه حراره اقل. ففكرة بقى ان انت توصلي لدرجه حراره ميه مثلا 5 أو 6 لا لا بصي الحمد لله ما كانش 5 أو 6 الحمد لله، ده قصدي فريزنج، ده تجمد يعني. يعني 5 أو 6 دي هي ممكن تيجي بس مش دلوقتي، ان شاء الله هجيبها قريب ان شاء الله. ان شاء الله لسه ما وصلناش للمرحله دي، ان شاء الله توصلي لاكتر منها كمان. وفي الترايسلين انت خدتي بقى اللقب بتاع المراه الحديديه اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول خالص، في اول سؤال خدتي لقب المراه الحديديه. كلميني بقى عن اللقب ده نفسه، فرق معاكي ازاي في حياتك؟ شجعك انك تدخلي مسابقات تانية او تكملي اكتر ولا عملتي ايه؟ السباق ده بالذات كان تيرنينج بوينت، او عارفه اللي هو حاجه مفصليه او محوريه، مش عارفه اسمها ايه، حاجه محوريه في حياتي، تحول محوري في حياتي رهيب. لانه انا قبليه حاجه وبعديه حاجه تانية خالص. انا كنت قبليه بني ادم ما بيعملش اي حاجه يعني، عادي ست بتربي عيالها وما فيش يعني اللي هو ما فيش اي انجاز بعمله يعني. وفي خلال السنه اللي قعدت اتمرنت فيها كانت رحله بالنسبه لي، علمتني كتير قوي قوي قوي، لان هي ما كانتش حاجه سهله. انا مش مثلا كنت بلعب رياضه وبعدين بطلتي مثلا شوية، اللي هو قررت ان انا هتمرن شويه زياده. لا ده انا واحده جايه من ولا حاجه وبقيت وقررت ان انا اعمل حاجه كبيره قوي. فطبعا الرحله بتاعه التمرين خلال السنه دي كلها والتطور اللي حصل لي وكميه الالتزام، كميه الكوميتمنت، انا عايزه اقول لك حاجه، ان انا شخص ملول جدا الى درجه رهيبه، وعامه بخش في الحاجه دايما جامد قوي قوي قوي، وبعدين فجاه اروح زهقانه جدا وامشي كانك ما سمعتيش حاجه. عارفه فيلم فورست جام كده لما ابتدى يجري وبقى ايكون والناس كلها، وبعدين فجاه قرر انه زهق ويمشي. انا بعمل كده يعني، انا في حياتي كلها كنت كده، اخش الحاجه قوي بدماغي وبعدين ازهق قوي. فسبحان الله بالذات السباق ده انا ولا ثانيه فكرت ان انا هنسحب ولا همشي، بالعكس كان يوميا انا كل يوم بصحى الصبح بنام بالليل، قاعده طول اليوم بتمرن، ما بفكرش غير ان انا شايفه نفسي على الفينش لاين وان انا هحققه. وحتى وانا بتمرن لما تمريني يبقى صعب قوي 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 وافكر ان انا على الفينش لاين، الاقي نفسي الدموع عماله تنزل، اللي هو يعني انا خلاص عايشه الحلم بكل يعني بكل تفصيل، ما بفكرش غير في الموضوع ده. فطبعا لما خلصت وبعدين الناس بقى ابتدت تبارك لي وابتديت اتعرف وابتديت اللي هو انا بالنسبه لي دي كانت، انا ما كنتش بعمله عشان اتعرف ولا حد يبارك لي ولا اي حاجه، بعمله عشان خاطر نفسي. ففجاه لقيت ان حياتي اتغيرت، بقت الرياضه بارت من حياتي من لا يستهان به يعني، دي اهم حاجه في حياتي، وبعد كده ببتدي اظبط حاجات بعديها. فانا دلوقتي كل الناس، انا قعدت مثلا مرحله في الاول بحاول افهم الناس ان الرياضه شيء مهم بالنسبه لي، فلو انتوا هتيجوا عليها معلش سوري مش هسمح لكم. ففي الاول الناس ما كانتش قابله كده، في ناس خسرتني كتير بسبب الموضوع ده، بعد شويه دلوقتي خلاص الناس بقت بتقدر انه انا مهم قوي بالنسبه لي الرياضه، بعد كده هنبتدي نتكلم في اي حاجه. واي حد بيحاول يجي يكلمني في الموضوع ده مش مقبول اصلا، انا الرياضه مهمه جدا بعد كده، لانه الرياضه بتعمل افكت في الحياه غير الصحة والجسم والشيب وكل الكلام ده. أنا مش بحب ألعب رياضة عشان الشيب الصراحة، ما بقاش ده اللي بيفرق معي، أنا بحب ألعب رياضة عشان حالتي النفسية، عشان سعادتي، عشان التعامل مع البشر يعني، عارفة اللي هو بيديكي بيفرز هرمونز في مخك بتخليكي عارفة تتعاملي مع الناس بمنتهى اللذاذة، وبتبقي فريش جدا وكأنك يعني واخدة أنواع فاخرة من هولندا في مالناش بقى دعوة بالحاجات دي. لا مش قصدي، أنا ما بقولك أنا مش بليه، انتي ست رياضية وما بنتكلمش احنا في الحاجات دي. لا مش قصدي، أنا قصدي أنه يعني الناس بتبحث عن السعادة في حتت غلط، السعادة موجودة في الرياضة. اوكي بالظبط كده، ده اللي قصدي عليه يعني، موجوده في الرياضه وموجوده في الحاجه اللي تحبيها واللي تحسسك بالسعاده دي، وهي بتفيدك فعلا زي ما انت قلتي كده بالظبط، انه انا وقفت عند حته انا مش بعمل الرياضه علشان الشيب، وانا عارفه ان انت هتقولي انا بعملها عشان نفسي، عشان عارفه قد ايه فعلا لما الواحد بيلعب رياضه بيحبها او مبسوط فيها او حاسس ان هو بيحقق فيها
معرفش بحس في احساس من هنا كده ان البني ادم خفيف، ان انا قلبي طاير وعارفه نفسي حلوه يعني وشايفه نفسي حلوه، شايفه نفسك عارفه اللي هو حاسه ان انت انجزتي بالظبط، عارفه اللي هو انا عملت تشيك، انا عملت تشيك على اليوم كده، انا كده زي الفل بقى اي حاجه تحصل في اليوم تاني. تمام. عايزه اعرف منك برضو رأي بقى الناس اللي حواليكي لما خدتي اللقب بتاع المرأة الحديدية، الناس اللي حواليكي أولادك، المفاجأة يعني المفاجأة وسط كل محيطك بقى. الحمد لله أولادي كانوا فخورين جدا بيا، جابوني في اسمه إيه ده، في المدرسة عندهم، اتكلمت كلمة في المدرسة عندهم. وبنتي حتى كبيرة هي اللي كانت منظمة الموضوع، مش عارفة قعدت كانت واقفة عمالة تدمع مش مصدقة نفسها. هم شافوني في أوقات كتير عدت عليا كانت صعبة، وبعدين شافوا الترانسفورميشن اللي أنا عملته، فهم بالنسبة لهم يعني ابني كل شوية يجي يسألني يعني اللي هو واخدني كحد بيعلمه، عارفة اللي هو يعني خضوة. مقتنع بيا إنه أنا لما يجي يسألني في أي حاجة هرد عليه بإجابة هو هيقتنع بيها، عارفة ما حد يجي ياخد رأيي كده لذيذ من غير ما أعمل له نفسي إن أنا العلامة في كل الأمور، بس هو أثبت له يعني عارفة بأفعالي إنه أنا حد يؤخذ برأيه، إن أنا لما بحب أعمل حاجة بوصل لها. فهو مثلا بيبقى نفسه يعمل حاجة أو يوصل حاجة يقول لي يا مامي أنا هعمل كذا، كده أوكي ولا مش أوكي، ويعني بيتبسط إنه ياخد الرأي بتاعي يبتدي ينفذه حبة حبة بطريقته بقى، هو مش لازم بطريقتي أنا بس بالطريقة اللي تناسبه هو. يعني بقى شايفك سوبر الحمد لله، يعني هو بقى يعني بقيت مقنعه بالنسبه لهم، مش يعني مش بقول كلام، هو عامه التربيه بتبقى اكتر بالتقليد مش بان انت تقعدي تقولي كلام. فانا وريتهم اكزامبل كويس انه انت اللي بتقف لنفسك. طب ده كان بعد ما خدتي اللقب بتاع المرأة الحديدية، في المشوار بقى مين اللي كان الداعم؟ مين اللي كان بيقف جنبك؟ مين اللي كان بيقول لك لا كملي، لا تشجعي، لا وقفي على حيلك؟ ما اكيد يعني اكيد كان بيعدي عليك ان شاء الله لو لحظات بسيطه، تعبت جسمي تعبني مش قادره، طب اكسل بكره، حاجات زي كده. مين كان بيشجعك بيدعمك بقى ان تكملي؟ لا ما بيجيليش الاحساس بتاع برافو عليكي. تمام برافو عليكي. ما بيجيليش لا يعني بصي حتى لما ببقى نفسيا مش كويسه مش مظبوطه، حد مضايقني، الموضوع ده ما بقاش بيأثر، ده ما بيأثرش على ده، يعني ده حاجه ده انا يعني اللي انا بعمله ده انا. فاي حاجه هتضايقني ما ينفعش اخليها تأثر على ده، لانه هتهد انا فهتضايقني اكتر. فانا ده ماشي في طريقه، يعني رندا ماشيه في طريقها نو ماتر وات، واللي هيضايقني بقى بزعل وكل حاجه بس بكمل تمرين. ممكن الزعل الحاله النفسيه بتاثر على ارقامك شويه في التمرين، تخلي جسمك مهدود بتاع، بس كده كده هعمل تمرين. الكفاءه بتاعه التمرين ايه بقى نبقى نشوفها بعدين، بس يعني هو انا لو ما عملتوش هزعل اكتر، فما بسيبش نفسي ازعل اكتر يعني. طب برضو بصراحة انت ما جاوبتنيش برضو مين الداعم، انت قلتيلي ان انت ما كنتيش بتكسلي عن التمرين. بصي صحابي طبعا، عندي مامي طبعا اول واحدة، بس هي مش مامي مش بتدعمني انها تقولي اعملي وسوي، مامي بتدعمني انه هي حد بيديني حب فظيع، بيديني ظهر وامان، وبيقولي المهم تبقي مبسوطة، انت عايزة ايه هعملهولك، المهم تبقي مبسوطة، فدي مامي. ولادي طبعا ان هم يبقوا قاعدين فخورين بيا دي حاجه كويسه. بس اما صحابي طبعا كل شويه بيبقى ليا صحاب داعمين، يعني اللي بيشاركني في التمرين، اللي بيشاركني في ان هو يتحمل حالتي النفسيه. مثلا انا عندي واحده صاحبتي اسمها ماريا، طلعت روحها بجد مش فاهمه انا عملت فيها ايه، انا كنت كل شويه عارفه اللي هو يا جيمي انا عايزه اعيط يا جيمي، يعني حتى منزلين بوستات لمعنا قد كده. طب قولي لها الو الو هي سامعيني؟ اكيد سامعاكي يا ماريكا. يا رندا ازيك يا ماريكا؟ انا كويسه، كنت لسه بقول لهم ان انت استحملتي كتير، منورانا يا ماريا. ماريا صديقة رندا المهدي، وزي ما زي ما قالت كده رندا هي اكبر داعم ليها، والحقيقه احنا فرحانين بيكوا جدا جدا، وهو ده دور الاصدقاء اللي بجد الحقيقيين، وبنشايفين لكم هنشوف لكم كده كمان شويه برضو صور على الهوا. بس انا عايزه اعرف بقى كنت بتدعميها ازاي لما كانت بتحس ان هي خلاص مثلا، يعني ايه يعني ايه اللي كان بيحصل ما بينكم الاسرار لحد ما حصلت على اللقب بتاع المرأة الحديدية وبعد كده توالت النجاحات والالقاب؟
لا هو ده بالعكس خالص، هي رندا هي اللي بتدعمني مش انا اللي بلعب رندا. معقوله لسه بتقول اهو دلوقتي ان هي كانت متعباكي معاها خالص؟ لا والله كل شويه اكلمها اقول لها انا مكتئبه جدا، انا تعبانه، انا هموت، وهي بتفضل تستحمل. يا حبيبتي والله لا يعني بتستحمل كتير مني بشكل غير طبيعي. يعني طبعا مع شويه يعني تهريج منا يعني، بس يعني بس هي حبيبتي من الناس اللي دعمتني جدا، الناس اللي كلمتني كتير، مكالمات كتير جدا جدا، كل شويه تقولي انت بتعملي ايه، طب هتروحي فين، طب اخبار جسمك ايه النهارده، يعني حتى في خلال السفريه كان كانها هي اللي بتعوم مش انا. طبعا ربنا يا رب يدين بينكم العلاقه الجميله دي والموده اللي ما بينكم. برضو يا ماريا قولي لي انت بقى، قولي لي عنها التفاصيل، الكواليس لما كانت بتجهز للترايثلون اللي عندها كانت هي عامله ازاي، من وجهه نظرك انت كنت شايفه ايه غير ما هي شايفه نفسها؟ بصي هي راندا دايما في وسطنا كلنا هي الشخص الرول موديل اللي احنا بنتعلم من مثابرتها ومن قد ايه هي يعني تبقى تعبانه وهلكانه وبتشتغل وعندها بيت، وفي وسط كل ده هي مصرة تعمل التمرين اون تايم بكل حماسة طول الوقت، هي مفيش حاجة بتعطلها عن الهدف اللي هي رايحه له. فده أول حاجة. الحاجة التانية راندا دايما عندها رسالة، يعني هي مش بتعوم للفراغ، مش بتعوم لأجل إنه هي بس بتحب العوم، هي دايما عايزة توصل لكل الناس حتى لو هي مش شايفة ده، بس أنا دايما بقول لها إنه أصحابنا اللي بيشوفوها عندنا بيقولوا لنا ايه ده انتوا تعرفوا راندا؟ ايه ده راندا اللي هي اللي كانت المرأة الحديدية؟ ايه ده انا عندي ناس من بره مصر بتتكلم عن راندا. فانا بقول لها راندا انا دايما يعني بفتخر بيكي، يعني مش اقول دي راندا صاحبتي، دي راندا صاحبتي على فكرة. فراندا دايما عندها رسالة عايزة توصلها للناس، انه بالرغم من اي حاجة انت تقدر، طول الوقت هي بتقول انت تقدر. فللامانه راندا هي اللي دايما داعمه للناس اللي حواليها، وهي اللي دايما بتدي بوزيتيف انرجي لكل الناس اللي حواليها. فالحقيقه انا فعلا ما اقدرش ارد ربع اللي هي بتعمله. جميل قوي. لو حابين تقولي بعض حاجه حلوه قوي لما اطلع قالت كلام حلوه رسائل الحب على الهواء اهو. اشكرك يا ماريا جدا جدا على مداخلتك معانا، شكرا ليكي جدا. وهي دي العلاقات اللي احنا بنحب دايما ان احنا حتى احنا كاعلام بنحب ندعمها، الصداقه والحب اللي بجد انت تحس ان هي اختك فعلا مش بس صاحبتك. ماريا بنت يعني عارفه لما يبقى حد سالك قوي قوي قوي، نظيف قوي، يتمنى الخير لغيره جدا جدا بشكل غير طبيعي، حاجه مش موجوده تقريبا دلوقتي. يعني انا بقول لها نادره جدا اللي يشوفك وما يقدرش قيمتك يبقى خسران بشكل غير طبيعي. لا بنت فعلا كمية نظافة من جوه غير طبيعية والله، ما عشان على الهوا فعلا، بس أنا دايما بقولها لها يعني. لا ما هي بصي الشخصيات دي بتبقى نادرة قوي قوي. ده حقيقي. فعندك حق ان انت لما تلاقي بالظبط تتمسكي بيها جدا جدا وتفضلي. ساعات كتير الواحد بيبقى مش مصدق هو في حد ممكن يبقى فعلا كويس والله من قلبه كدا. يعني من قلبها بتعمل كل حاجة من قلبها بشكل ما بتبقاش مستنية ميرسي، ما بتبقاش مستنية أي حاجة، هي شايفة ان واجبها. بجد ربنا يديم عليكم المواد دي والعلاقه الحلوه جدا جدا دي. انت حابه بقى الفتره اللي جايه تعملي ايه؟ يعني زي ما قلت لنا كده انت الفتره اللي جايه احتمال يكون في حمله انت هتكوني مشاركه فيها تبع هتبقى رساله جلوبال بقى، مش بس لمصر يعني، للعالم كله، بس بالاشتراك بقى مع حاجات تانية. بس انا مش عايزه افصح قوي دلوقتي عنها لغايه لما تكتمل يعني، بس ان شاء الله يا رب يعني يبقى في حاجه كويسه كبيره يعني ان شاء الله يا رب يعني. بس عايزه اعرف شخصيا انت بتحلمي بايه على مستوى السباحه؟ في مثلا مسابقه معينه حاطه عينك عليها نفسك تعديها او تدخلي فيها وتشتركي فيها وتكسبيها؟ في حاجه من الحاجات دي انت حطاها قدامك هدف ولسه هتشتغلي عليه؟ بصي انا لا، انا لما بخلص تشالنج ببص للتشالنج اللي بعده، يعني عارفه اللي هو بمشيها ستيب باي ستيب عشان ما اقعدش اتوه دماغي في مليون حته. فانا حاليا ان شاء الله برضو بجهز غير الانيشيتيف اللي انا بتكلم عنها دي، بجهز للتشالنج تاني لسه تفاصيله مش عندي. هو برضو انا بعتمد مينلي على دكتور معروف اللي هو المدرب بتاعي، هو اللي بيقرر، هو اللي بيدير هذا الموضوع، لان انت عارفه انا وهو بس اللي بنعمل يعني، ما فيش حاجه دعمانا احنا مع نفسنا، فهو اللي عنده النو هاو، هو اللي كان سباح وبطل عالمي وليه ارقام باسمه ما اتكسرتش لغايه دلوقتي في العالم. فيعني وهو في الاتحاد الدولي اصلا، هو وان اوف ذا هيد كوتشز في الاتحاد الدولي، رئيس لجنه اللجنه الفنيه في الاتحاد الدولي. فهو القرار بتاعه مش انا، انا اغلب من كده يعني، انا شخص بيتمرن وهو شايف فيا يعني، هو قناعته بيا انه انت هو
طول الوقت مش بيدور على شهرة خالص، مع ان هو حد يعني مش قادر اقولك هو جامد ازاي يعني في السباحة يعني. بس هو ما بيدورش على شهرة، هو بيدور دايما ازاي يفيد وازاي ينمي السباحة وازاي يوصل لأحسن هدف. فهو بالنسبة له أنا ستوري يعني قصة بالنسبة له حاجة. قال لي انتي بقى في ستات كتير من الأمهات اللي هي بتمرن عيالها كلها بتيجي تقول لي احنا عايزين نبقى زي راندا، وناس كتير بقى بتكلموا احنا عايزين نبقى زي راندا. ستات كتير قوي، وانا بيني وبينك والله انا في ناس كتير قوي كلمتني قالوا لي يعني بجد انتي مديانة امل غير طبيعي، انا هنزل اعمل كذا، انا رحت اتعلم سباحة. وانا مش بقول يعني هي سباحة بس، انا بتكلم على whatever انت عايز تعملي ايه اعمليه، ما توقفيش نفسك. حقيقه انت يا رندا فعلا فعلا مش كلام، عشان انت ضفتي النهارده في البرنامج، انت فعلا ملهمه، قصتك ملهمه جدا. بداتي من الصفر في وقت ما هواش زي ما كل الناس بتبدا مثلا من الطفوله او من المراهقه، لا انت بداتي فروم سكراتش او اول حاجه خالص بتاتيها في مرحله الثلاثينات. فالحقيقه انا بحييكي جدا وبتمنى لك كل النجاح والتقدم والتفوق والمراكز الكبيره جدا جدا في كل مسابقه تدخليها وتحققي اكتر من اللي بتتمنيه، ودايما ملهمه لكل البنات والستات المصريات. بشكرك جدا جدا على وجودك معايا، وبشكرك على مجهوداتك كمان. شكرا ليكي. كانت ضيفتي رندا المهدي، اول سباحه مصريه دوليه تعبر بحيره انسي، وطبعا كمان مهندسه. احنا كده وصلنا لنهايه حلقتنا، نتقابل الحد اللي جاي في حلقة جديدة من حلقة انتي على شاشة تي تي سي، دايما معادنا الساعة 5، اوعى تنسوا. سلام.